الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله. لقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم فصل وسلم عليه وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مامون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهادتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. أيها الإخوة المؤمنون، فلقد وصف الله عز وجل الإنسان بأوصاف عديدة على سبيل الذم، وفي هذه الآية وصفه الله عز وجل بالهلع، والهلوع هو شديد الحرص شدة الخوف. إن الإنسان خلق هلوعا، الإنسان دائما يخاف على نفسه، يخاف على ماله، يخاف من مستقبله، يخاف على أولاده. إن الإنسان خلق هلوعا، يخاف من الأمراض، يخاف من الموت. إن الإنسان خلق هلوعا. وقد فسر الله عز وجل الهلع، هلع هذا الإنسان إذا مسه الشر جزوعا، يجزع يضجر إذا أصابه المرض، إذا أصابه الفقر، إذا أصابته المصائب، فيجزع الإنسان ويخاف ويشتكي ويتضجر ويتبرم. فتجد الإنسان يخاف من الأمراض، وإذا أصيب فترى ذلك على وجهه العبوس والتعبس في وجهه، يغضب ويشتكي ذلك ويشكي ذلك للناس. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، والشر كيفما كان. فالفقر بالنسبة للإنسان شر، المرض شر، العداوة مع الآخرين شر، فيجزع الإنسان. المؤمن لا يجزع، وإنما يرضى بما ناله وبما أصابه وبما مسه، فيفوض أمره لله عز وجل ويتوكل عليه ويعتمد عليه، فيعلم علم اليقين أن كل ما يصيبه هو من الله. فلما الجزع؟ لما تجزع من فقرك ومرضك؟ إن الذي أنزله بك هو الله، فاستسلم لقضائه وقدرته واسأله أن يرفعه عنك. فالبشر لا يرفعون عنك ضرا ولا ينفعونك بشيء، إنما التجئ للواحد القهار الذي يملك كل شيء. فقدم شكواك لله واطرق باب الله، فله خزائن السماوات والأرض، فيعطيك ما يشاء سبحانه بعد أن تلح عليه في الدعاء والتضرع. إذا مسه الشر
جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. انظروا إلى هذا الإنسان الجاحد، إذا أصابه الشر يشتكي، يمرض، يغضب، يتبرم. لماذا أنا فقير؟ لماذا خسرت في تجارتي؟ لماذا لم أجد العمل؟ لماذا أنا هكذا مريض؟ بمن تشتكي أيها الإنسان؟ فسيدنا يعقوب عليه السلام ماذا قال حينما فقد ابنه؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، وإذا مرضت فهو يشفين. رد الأمور كلها لله. هذا الإنسان إذا أعطاه الله الخير يمنع، شديد المنع، تراه شديد المنع، يبخل. الله الذي أعطاك فلما تبخل؟ إذا منع عنك تشتكي، وإذا أعطاك تمنع. هكذا يكون الإنسان العاقل العبد. أنت بين يدي الله، منع عنك فقل الحمد لله، أعطاك فاشكره. ولذلك المؤمن من علامة الإيمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يعني أنك تعطي لله، أعطاك الله أعطي، ولا تمنع حق الله. الله عز وجل يقول: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أعطاكم المال الذي عندك، لا تظن أنه بعقلك ورجاحة عقلك وعملك واجتهادك ودراستك وتجربتك وسفرك وحنكتك، لا تظن ذلك. فكم من إنسان واعي مثقف درس وهو فقير، وكم من إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب وهو غني. من الذي أعطى لي ذاك ومنع ذاك؟ إنه الله يعطي لمن يشاء ويمنع عمن يشاء، يهب لمن يشاء ويمنع عمن يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط ويوسع الرزق لمن يشاء ويضيق على من يشاء لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. وإذا مسه الخير منوعا، كيف الخروج من هذا المرض؟ مرض الجزع ومرض المنع. لأن البخيل مريض، الشحيح مريض، الذي يشتكي مريض. فداوي نفسك وعالج نفسك. أين العلاج؟ أعطاه الله لنا في هذه الآية: وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين. لكن المصلين الذين هم على صلاتهم دائمين يفهمون معنى الصلاة. حينما يقف الإنسان بين يدي الله يركع ويسجد ويسجد، فلا يلتفت إلى الدنيا وشواغلها، ولا يعطي للدنيا قيمة ولا ما يملك قيمة. أنت بين يدي الله، فاستصغر الدنيا واحتقرها، لا تشتكي منها وبها، ولا تجزع ولا تمنع. إلا المصلين الذين هم على صلاة دائمون، ما معنى يحافظون عليها؟ لا يفرطون فيها. الذي يحب الدنيا وتتمكن الدنيا من قلبه ومن نفسه تثقل عليه الصلاة. إذا رأيت الإنسان تثقل عليه الصلاة فاعلموا أنه محب للدنيا، لأنه أخلد إلى الأرض. أما الذي لا يعطي القيمة للدنيا فيتعلق بالسماء، خفيف الروح، خفيف النفس، له علاقة وصلة
بينه وبين الله عز وجل بهذه الصلاة بهذه العبادة، يحافظ عليها في وقتها ومع الجماعة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق الله الفرض الزكاة، فإذا بلغ النصاب أعطاه أخرجه عن طيب خاطر وهو سعيد، لأن الذي لا يزكي أناني مريض يجب أن يعالج نفسه. الله الذي أمرك أعطاك وأمرك. والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، أي هذا المال تعطيه للسائل الذي يسأل وتعرفه أنه محتاج، والمحروم الذي يبحث عن عمل ولا يجده، فأعطيه من مال الله، هذا مال الله وليس مالك أيها الإنسان. والذين يصدقون بيوم الدين، يؤمنون بيوم الآخرة بيوم الحساب والجزاء، لأن الذي يستحضره يوم القيامة ويوم الحساب ويوم الجزاء لا يمكنه أن يفرط في الصلاة، ولا يمكنه أن يمنع حق الله. والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون، يخافوا من عقاب الله، يخافوا من عذاب الله، ربهم غير مامون، لا تأمن من عذاب الله، إياك أن تقول أنا في أمان من عذاب الله، لا، فقد يعاقبك الله ويعذبك. اعمل ثم لا تأمن، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالله عز وجل قد يعاقب الإنسان ويعذبه. والذين هم لفروجهم حافظون، لا يعتدي ولا يزني إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اعتدى وتجاوز حدود الله، تجاوز حدود الله، فلا يلوم إلا نفسه، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فقدناها وكدنا أن نفقد الأمانة في هذا الزمان، وكدنا أن نفقد الوفاء بالعهود والوعود في هذا الزمان. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فيقول الله عز وجل بشهادتهم قائمون. المسلم يقوم بشهادته ويؤديها إن طلب منه ذلك. ما معناه؟ أن لا يشهد الإنسان شهادة الزور آخرين، سواء أمام الناس أو أمام المجتمع أو أمام المحاكم، فإن تحدث عن شخص، عن جارك أو صديقك أو أخيك، فاشهد فيه شهادة الخير، وإن لم تعرف عنه شيئا فلا تذكره بسوء. فهذه من صفات المؤمنين الذين هم بشهادة قائمون. ثم أتى بعد ذلك والذين هم على صلاتهم يحافظون. فالله عز وجل قال إلا المصلين، وقالوا الذين هم على صلاتهم، يؤكد على أهمية الصلاة. الصلاة الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفارق الحياة وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون، يعني غير مهانين، لا يذلهم الله ولا يهينهم الله ولا يخزيهم الله. يا ربنا أكرمنا ولا تهيننا، يا ربنا أكرمنا ولا تهيننا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأمر روحاتنا، والحمد لله رب العالمين.